القنوت عند الشافعية يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم استدلوا بحديث أن النبي ما زال يقنط حتى فارق الحياة، لكن هذا حديث ضعيف. أما الحنابلة يقولون أن دعاء القنوت عند النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا يدعو على أقوام ويدعو لأقوام. أما الأحناف يقولون أن دعاء القنوت في الفجر بدعة، استدلوا بحديث سعد بن طارق قال، يعني لما سأل أبوه قال يا أبتي صليت خلف النبي، خلف أبي بكر، خلف عمر، هل كانوا يقنتون يا أبتي؟ قال أي يا بني محدث. فعند الأحناف يعتبرون أنها بدعة. أما ابن حزم الظاهري يقول فعله حسن وتركه حسن، لأن النبي فعل وقنت. أختار قول الحنابلة في هذه المسألة، دعاء القنوت يفعل عند النوازل، لكن هب أنه إنسان فرضا راح إلى المسجد فوجد الإمام أنه يقنت فيقنت مع إمامه. أما قنوت الوتر فالمالكية يقولون لا يشرع القنوت في صلاة الوتر، لكن الأحناف يقولون يشرع القنوت في صلاة الوتر لكن لا يشرع القنوت في صلاة الفجر. هذا قول الأحناف في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه قنت في الوتر، يعني فعل ما ورد، لكن ورد قول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كلمات أن يقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. وثبت عن بعض الصحابة أنهم أيضا يعني زادوا في بعد دعاء القنوت في الوتر. فملخص القول من شاء قنت وله سلف، ومن شاء ترك وله سلف، لأنه ما عندي نص صريح أن النبي أمر بدعاء القنوت في الوتر، ولا عندي نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قنوت الوتر. والله أعلم. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي يا أبو زياد. طيب أبو غياث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. شيخي بدي أسألك سؤال، إذا واحد دمر بيت النمل حرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لا تفعل، لأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل. وكذا ثبت أن في الصحيح أنه نبيا من الأنبياء لدغته نمل فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، هل نملة واحدة؟ فجوز العلماء قتل الشيء المؤذي. أما أنه أنت تدبر بيت النمل بدون سبب فلا، لا تفعل والله أعلم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخي، أنا بشتغل بمحل، محل يعني مأمن فيه أماني، وبيجوا مثلا إذا إجوا لعندي عالم حرجوني مثلا بدون ياخذوا من شغلي، وأنا ما بدي أعطيهم إياها، بس إنه بيحرجوني إنه أعطيهم إياها، وبروح له مثلا لصاحب المحل هاي كيك صار معي، وبيجي أنا باكو بهدري اللي أنا بدي شيلك منك، وبدي أخو من جمعيتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت مؤتمن، ما بيجوز أنه تعطي شيء مو ملكك، ما يحق لك أنه تعطي حدا يا أخي. الله يعطيك العافية شيخ. تفضل يا أخي أسد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، الله يسعد مساءك. أول شيء أعتذر منك عن أمس، والله ما بعرف قطع النت عندي فجأة سبب خلل بالأبراج، الله يعطيك العافية. ثاني شيء شيخنا الله يسعدك، أنا بصلي، نحن هون ما شاء الله ميكس بين سنة وشيعة، بشوف الأخواننا الشيعة بيصلوا بشرط عادي فوق الركبة ممكن بسنطيين أو ثلاثة، فشو رأيك أو شو تعليقك على هذا الشيء؟ الحمد بكثرة لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما جمهور العلماء يقولون أنه عين الركبة ليست بعورة، أما الأحناف يقولون أن عين الركبة هي عورة، في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. أختار القول القال أنك تغطي الركبة احتياطا وأسلم وأحوط للدين وتصلي، والله أعلم، فإنك واقف بين يدي الله. الله يجزاك الخير. الشيء الثاني اللي بطلبه منك لو سمحت، حصل معي موضوع كده نازل فيه حول 22-23 كيلو،
مطلوب منك ومن الاخوان الموجودين لو سمحت تدعو لك كذا بدار الغيب او شيء. اسال الله ان يفرج امورك والموجودين سمعوك واضم اليه كل مسلم ومسلمه مبتلى، اللهم امين. تفضل يا اخ خالد. جزاك الله الجنه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ انا شاب مشلول، يعني مشلول، عافاك الله، شلل الاربع اطراف نقص اكسجه بالدماغ، والحمد لله راضي بما قسم الله، ملتزم بصلاتي وديني واذكاري، واحمد الله واشكره على كل حال، تمام؟ نعم. لكني مبتلى يا شيخ، في عندي اخاف لما اتكلم اكون من المجاهرين، لاني اعتبرها معصيه. في عندي ماذا؟ في عندي شيء من الشهوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، استر نفسك قدر استطاعتك، وإذا استطعت بالصوم فأفضل، لأن النبي في صحيح البخاري قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء والله أعلم. عندي قدرة يا شيخ، لكن لكل ساقطة لاقطة، يعني خلي أهلك يبحثوا لك عن امرأة تناسب يعني وضعك، واستر على نفسك على قدر استطاعتك والله أعلم. تمام يا شيخ، جزاك الله. وجزاك مثلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يعطيك العافية شيخ. شيخ من بعد إذنك أنا بدي أكتب لك سؤال بعد إذنك، خرجت ترد علي على الخوف. والله يا أخي إذا شفت الرسالة راح أرد عليكي، إذا ما شفت ونزلت لتحت الرسالة فاعذروني لأنه في ضغط على الرسائل، حفظك الله. تفضل أخي اللي فوق. لا بس يعني نعم. ما خرج أنا أقول على اللايف، يعني بس إني بكتب لك بعد إذنك. أجبتك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. شيخ، هل ثبت أنه على دور الجاهلية يدفن الإناث، الحكي مزبوط أو مزبوط؟ نعم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. جزاك الله خيرا شيخ. ولك المثل، تفضل يا أخي اللي فوق. شيخ أيمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن، أنا عندي أخو زوجتي عنده بنت صغيرة، وهو يعني حياته تبهدلت وجاب البنت الصغيرة حطها عندي، والبنت الصغيرة كثير. اسمعني أكمل يا أخي، أكمل سؤالك. أي فهل البنت الصغيرة كثير ورشي، عمرها سنتين ونص، وعايشة بين أولادي، يعني أنا أوقات بعيط عليها بنكشها هيك بضربها مثل اولادي، يعني ما انه ابظل ما انه اكثر من اولادي ولا انا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، شلون عم تعامل اولادك؟ تعامل البنت فلا تثريب ولا شيء عليك والله اعلم. خلاص الله يكثر خيرك، انا بس نازل اشيل اسم البنت. ولك مثل، تفضل يا اخي فوق. الناس اللي عندها ضجه لا تطلع مشان ما نشوش البث، لانه ما لكم حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن، بعد أبرك عندي سؤال. سل. سمعني؟ أخي تعوذ بالله من العجز والكسل وتكلم بسرعة مشان ما نضيع أوقات المسلمين والمسلمات. شيخ أيمن، بعد أبرك في مرة طلع جوزة في الثلاثة وبالمحكمة ما طلع، تمام؟ هل تقع عليها عدة؟ نعم، يجب عليها العدة متى ما قال أنت طالق، ولو ما طلقها بالمحكمة متى ما قال أنت طالق فتحسب عليه تطليقة، بدها تمسك ثلاث حيضات إذا كان طلق أو نعم. إذا بالعدة ما بركت شو حكمة؟ يا والله يا أخي تكون آثمة. بارك الله فيك. وآخر مثل، تفضل يا أخي فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أيمن، إذا واحد أخذ اشترى شغلة بالتقسيط، حلال لا حرام؟ حلال. ماشي، يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
شيخ، أمس دار حديث بيناتنا في قبائل، ملايين من البشر في غابات الأمازون وفي أفريقيا، وفي كتير ما وصلت لهم أديان ولا حتى لغات قال ما الله عندهم، يعني سبحانه عايشين وتعالى مثلهم وما كنا الحيوانات. معذبين قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم والله أعلم. يعني دول وين، على الجنة ولا على النار؟ حبيبي احرص على نفس على ما ينفعك، لا يضركم من ماشي. ضل إذا اهتديتم. تفضل يا أخي. طيب اللي فوق تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة كيفك الله. الشيخ؟ شيخ هلا أرباح التيك توك حرام أم حلال؟ فصلنا بما فيه القول، كل بث عم نفصل بهذا الموضوع، موجود عندي اكتب أيمن محمد مال التيك توك موجود، ما بدي تسألوني هالسؤال لأنه كل مرة عم يمر علينا. تفضل يا أخي عمران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ سؤال بحكم أني مسافر، يعني بحكم الجمع والتأخير، أنه الواحد فيه يقدم العشاء مع المغرب، طيب فيه يأخر مثلا المغرب مع العشاء، يعني أني صار لي سايق من قبل المغرب بشي الحمد ساعتين لله والصلاة بلاد. والسلام على رسول الله وبعد. إذا إنسان كان مسافرا فيجوز له أن يعني يجمع يقصر ويجمع يعني جمع تقديم جمع تأخير، يعني مثلا إنسان أذن عليه المغرب وهو مسافر ما صلاها، قال له خلي مثلا يأذن العشاء، متى ما دخل وقت العشاء يصلي ثلاثة المغرب وتنتين العشاء يجوز، وهذا اسمه جمع تأخير وجمع التقديم أفضل والله أعلم. حتى لو بعد العشاء مثلا بساعة يعني نعم حتى يجوز. الواحد يوصل ماشي. مشكور مشكور كثر خيرك عراضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أيمن أحبك في الله. أحبك الله بذلك. أستاذ أيمن، بالنسبة للعقيقة عند قدوم المولود بيقولوا إذا صار لك ولد لازم تذبح ذبيحتين، وإذا صارت لك بنت المفروض تذبح ذبيحة. لا الحكي ليس شو مفروضا موضوع؟ يا حبيبي ليس مفروضا وليس واجبا وليس يلزم، هي على الاستحباب، لأنه قال الإمام الشافعي أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، على الأصح أنها سنة مستحبة عن النبي، إذا فعلت لك أجر إذا ما فعلت لا شيء عليك. النبي قال الغلام مرتهن بعقيقته يعق عنه في يوم سابع، يعني الغلام محبوس عن خير حتى يعق عنه. إذا جاك ولد وحبيت من باب السنة أنه أنت تذبح عنه شاتين متكافئتين في اليوم السابع فهذا حسن، وإذا أجتك بنت فشات واحدة والله أعلم، ليس بواجب. أستاذ بس المصاري، والمصاري كمان بيجوز؟ لا صدقة؟ لا صدقة؟ لا لا لا، لأنه الذبيحة بحد ذاتها نسك. أيوة الله يعطيك العافية، جزاك الله كل خير أستاذ. وجزاك الله. تفضل يا أخي. طيب ابو عرب تفضل يا ابو عرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك اخبارك؟ تفضل يا اخي. والله حبيت اسلم عليك بس. بلغ السلام ومحله يا ابو عرب حفظك الله. تفضل اخي فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ احنا بعمل في الزراعه، فالواحد بيبقى هدومه مبلوله ومتوسخ، فبقوم جاي متوضي ومصلي الظهر العصر اي حاجه، بس بيبقى هدومه وسخ. إذا ما كانت نجاسة فبإذن الله الصلاة صحيحة. شكرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن بدي أسألك، هلا أنا عند الصلاة بصلي بقول الله أكبر وبغمض عيوني، في عليها مشكلة الصلاة شيء. صحيحة مع الله. الكراهة، لأن الأحاديث الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة كان يفتح عينيه، ثبت أن النبي كان يصلي فأرادت معزي أن تمر من أمامه فتقدم النبي حتى التصق بطنه بالجدار، فلما مرت من خلفه رجع النبي القهقرة، وقال النبي في الصحيح اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. فإذا أنت شفت حية وعقرب وأنت عم تصلي وكنت مغمض عينيك شنو راح تشوفه؟ ما راح تشوفها. وكذا النبي بالبيت أنا عم بصلي أو بالجامع، بالبيت أو بالجامع يعني ما في عقرب أو حية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم وأراد أحد أن يمر من أمامه فليمنعه. إذا أنت عم تصلي كان بالمسجد ولا بالبيت ولا بالصحراء وأجى واحد بده يمر من أمامك ما بدك تمنعه؟ النبي قال فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. تفضل يا أخ محمود.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ دايم عندي زوز أسئلة. أستاذ دايم سل نبو أستاذ دايم الحشيش مثل الخمر أستاذ دايم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كل مسكر فهو حرام، كل شيء يسكر فهو حرام والله أعلم. أستاذ دايم نبي الوضوء. أستاذ دايم معي الوضوء، أنا من صلاة الظهر نقدر نقعد بيه لصلاة العشاء دايما عادي؟ نعم، الصلاة بإذن الله صحيحة. قال أنس: كان يجزئنا الوضوء في الصلاة في أكثر من صلاة ما لم يحدث، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، لكن في عام الفتح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وضوء واحد 5 صلوات، فلما قال له عمر: يا رسول الله أفعلت هذا؟ قال النبي: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. فإذا ما لم تحدث إنسان توضأ ويصلي أكثر من صلاة ما لم يحدث فصلاته صحيحة والله أعلم. تفضل يا أخي فوق. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أيمن عندي سؤال: هل انقسامات الإسلام الحالية هل كانت موجودة في زمن النبي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير القرون كان الصحابة والتابعين، ما كان عندهم هالتفرقة مثل هلا، لأنه صار فيه تفرقة كتير وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فالله سبحانه وتعالى قال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا عباد الله بما سماكم الله المسلمين المؤمنين، فأنا مسلم فقط. التسميات التي تجي بعد المسلم فقد تفرق بين المسلمين، فالإنسان يبتعد عنها والله أعلم. الشيخ في سؤال تاني. سل. الافتاءات الحالية نفس الموضوع، تلاقي أكثر من مفتين يختلفوا في الآراء، لا تدري من تتبع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: اتبع من قال لك قال الله وقال النبي، لا حجة إلا في محمد، من حاجج أحدا فليحاججه في محمد. شوف وين الدليل، خذ بالدليل وخذ بالثقة وبالعالم أحوط وأسلم لدينك والله أعلم. لا تأخذ من كل واحد ينكر السنة أو مثلا يفسر القرآن على كيفه، خذ بتفسير الصحابة وتفسير التابعين وخذ بالأحاديث الثابتة الصحيحة والله أعلم. تفضل أخلي فوق. شكرا شيخ. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عنا واحد بالمنطقة قتل نفسه وقتل أولاده وزوجته، ما هو مصيره؟ والله يا أخي هذا مسلم مرتكب لكبيرة من الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إذا كان متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا قول ربي والله أعلم. نعم، يعني هل يغسل هل يكفن؟ نعم، هو مسلم مرتكب لكبيرة، هو مسلم مرتكب لكبيرة. شكرا شيخنا. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أيمن إذا أجي أدخل على الجامعة أو المسجد والقاهم يصلون يعني الصف كامل، يعني ماذا أفعل يعني بهذا الطريق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يعني تقف خلف خلف الإمام، لأن الصف الثاني يبدأ من خلف الإمام، فتقف خلف الإمام لعل حدا من المسلمين المتأخرين يجوا يصلوا معك. على كل حال الصلاة صحيحة، لأن الحديث الوارد: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فحديث ضعيف على فرض ثبوته معناته ومؤول لا صلاة كاملة يعني لمنفرد خلف الصف، لكن الصلاة صحيحة والله أعلم، لأنه ثبت أن أبا بكر دب دبيبا في الصف ثم صف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم فقال له: زادك الله حرصا ولا تعود والله أعلم، ولم يأمره بإعادة الصلاة. أخي أيمن يعني ما وارد بالسنة يعني تلمسه بكتفه ويرجع يصلي معك المصلي من الصف اليسار ولا اليمين؟ يا أخي إذا أنت تلمس واحد ويرجع من الصف كامل، أنت لما ترجع فتحدث خللا بين فخلي الناس كلها راح تتحرك من الأطراف من يمين ويسار. الأمر فيه متحمل، الأمر فيه متحمل، وإذا صليت منفردا أرى الصلاة صحيحة والله أعلم. تفضل أخي فوق، لأنه الحديث ضعيف. جزاك الله. وأجزاك جزاك الله. تفضل يا أخي فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ. وعليكم السلام. شيخ أنا كنت بين أهلي وناسي وك، يعني كنت سافرت لفترة طويلة ورجعت لعاد أهلي بعد فترة، أنا على العلم مجوز يعني بس ساكن مع أمي وأبي، وكانت أمورنا منيحة لحد ما وصلت لمرحلة إني راح يعني راح صير بحاجة ماكنة يعني. فقررت اني اسافر، حكيت لاهلي الشيء هذا، قالوا لي
انه ما بدنا اياك تسافر، وما يعني ما رضيوا اني اسافر، يعني هم من حبهم الي او اني عم ساعدهم او انه من هالمبدا هذا. فانا قررت اسافر، قلت لهم لا بدي اسافر، لانه هذا الشيء كل ما طولت هنا كل ما زادت الماساه اكثر. وسافرت، ومن يومها يعني من طلعت من البلد اموري تعسرت وما تيسر امري، يعني صار لي اليوم شيء شهرين ونص ما تيسر امري، وانا على اساس طالع على شيء مبين، وسبحان الله تعالى كل شيء عكس معي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اصبر واحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فنصيحة لوجه الله، اصبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قد ما ضاقت عليك بإذن الله راح تتيسر، واطلب السماح من أمك وأبوك خلي يسامحوك أفضل والله أعلم، واصبر لعل الله سبحانه وتعالى يسرا. هن مسامحيني بالنسبه للسفر، يعني انه قالوا لا حول ولا قوه الا بالله، خلص سافرت الله يوفقك والله. بس انه انا يعني حسيت انه هالشيء هذا اللي ضيق علي واللي تعكس معي، بس انه رضي يعني ما انا. اذا كان بامكانك ترجع لعندهم، اذا كان بامكانك ترجع لعند ابوك وامك هذا حسن، اذا ما استطعت يعني اصبر واحتسب لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك امرا والله اعلم. ان شاء الله، الله يجزيك الخير. جزاك مثلي. تفضل يا اخي فوق. السلام عليكم، الله يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك يا أخي. أخي أنا صاحب عمل، عندي مطعم. نعم. وسؤالي لو بدي أعمل أنا مسابقة للعملاء عندي، ففي عندي ميزة إني أحط لينك رابط يتم عن طريق الدفع، بكون عبارة عن جائزة، ولنفترض مثلا عدد من الوجبات، فبصيروا الناس يدفعوا قيمة مثلا ولنفترض 10 دراهم بسبيل إنه يدخلوا السحب على هاي الجائزة اللي أنا حاطها، فممكن يدخل مبالغ مثلا شوي عالية، واللي راح يفوز بهالجائزة شخص واحد. تمام. سؤالي لحظة، والناس التانيين خسروا أموالهم طبعا؟ ايه حرام، يعني هو ولا يجوز حرام ولا يجوز ضرب من ضروب القمار. قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ضرب من ضروب الميسر، أنصحك بالبعد والله أعلم. نعم، جزاك الله خير شيخ. وجزاك مثله. يعني مثلا إنسان يعرض بيته بليرة واحدة أو بدولار واحد، فحق البيت فرضا 50,000 دولار، فيجتمع عليه مثلا 100,000 بني آدم أو 50,000، فكل واحد يدفع دولار دولار دولار، يعني يصير صاحب، فيسحب شخص واحد دفع دولار وربح بيت، والبقايا كلهم خسر أموال. شو فرقت عن اليانصيب؟ حرام ولا يجوز والله أعلم. نعم. تفضل أخلي فوق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال شيخ بعد إذنك، هل الصلاة بالبيت تجوز؟ الصلاة بالبيت صحيحة، ولكن عليك أثم التخلف عن المسجد إذا استطعت الوصول إلى المسجد ولم تذهب، فإن اللي فوق عن الضجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة تكون في المسجد، أما صلاة السنة تكون في البيت. وكذا ثبت عن النبي قال هممت أن أمر برجل أن يؤم بالناس فأذهب إلى الذين تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أعمى قال يا رسول الله إن المدينة قد كبرت وكثر علي أسباعها ولا أجد من يعينني إلى الذهاب إلى المسجد، أفتجد لي رخصة أن أصلي في البيت؟ قال النبي إلى أن قال له النبي أتسمع النداء؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة وهذا أعمى. وكذا قال عبد الله بن مسعود كنا نصلي خلف النبي ما رأينا أحد يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكذا كان يؤتى بالرجل يتهاذى بين الرجلين من شدة مرضه، أو يعني لكون أنه كبير في السن يتهاذى بين الرجلين حتى يقام بالصف. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فعمارة المساجد مو فقط بالمال، أيضا بإقامة الصلاة فيها. قال الله في بيوت أذن الله أن يذكر فيها، في بيوت أذن الله أن يذكر، أذن الله، استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت أسألك سؤال قبل ما تنزلني بس ما قدرت. هلا المرأة ما بتصلي شرع إقامة
وجوزها بتحاسب عنا ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا المرأة إذا كانت تصلي وتقطع فهذه مسلمة مرتكبة لكبيرة، وأيضا زوجها قدر استطاعته أن ينصحها، لأن الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي اصطبر على أداء الصلاة، فبده يؤمر على قدر استطاعته حتى تبرأ ساحته أمام الله. أما إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية فيغير عتبة بابه لأنها جليسة سوء، والله أعلم. كلام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أخي. شيخ أنا مقيم في عمان، إذا صليت فرضت يا أخي لا أسمع صوتك، أسمع دوي صوت، إذا في مجال رفع الصوت قليلا أكون لك من الشاكرين بعد شكر الله. إخوانك لا يسمعونك. ربي يحفظك، هل حتسمعني؟ نعم. أقول لك أنا صلي مقيم في ألمانيا قرابة السنتين، نعم، وعيلتي في تركيا، وأنا ما أقدر أستطيع أن أنزل عليها، تعرف أنت اللزوم السفر ويج وراق لسه ما طلع لي، فأنا بالمفروض هذا هنا علي إثم ولا أصبر وأحتسب؟ والله بدك تصبر على قدر استطاعتك، أما إذا خشيت على نفسك الفتنة فبإمكانك تتزوج، والله أعلم. الله يحفظك يا شيخ. ولك المثل، تفضل يا أخي شادي. كيف حالك يا شيخ؟ حفظك الله. يا شيخ أنا من غزة، إيش رأيك باللي بصير عندنا بال؟ والله يا أخي يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، فنصيحة لوجه الله اصبروا واحتسبوا لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا. فأسأل الله أنه يحفظ أهل غزة، وأسأل الله جل جلاله أن يتقبل شهداءهم، اللهم آمين. هذا الذي نستطيع فعله، والله أعلم. دعوة يا شيخ، دينا دينا، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. شيخ وقت الرؤى صلاة الجماعة يعني لازم الصفوف إنه رجل الإنسان ورجله يكونوا قريبين من بعضهم كتير، يعني ملتزين على بعضهم، صح؟ نعم. طيب يعني في أشخاص يعني قلة الفهم، إنه قلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الصلاة صحيحة، لكن إذا كل ما تباعدت يعني الخطوات أو كل ما تباعدت الأقدام بين المصلين تزداد الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وورد حديث حسنه فريق من أهل العلم إن النبي كان يقول لا تدعوا فرجات للشيطان فيما بينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون الصفوف أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، والله أعلم. السؤال الثاني، والذين يحافظون على أفراجهم إلا على أزواجهم وملكت إيمانهم، ما معنى ما ملكت إيمانهم؟ ملك اليمين كانت قديما هي جارية تباع وتشترى في الأسواق أو تؤخذ من الغزوات. السلام يعني عليكم شيخ. كسبايا، لكن الآن ما في يا أخي، الآن ما في. تفضل يا أخي لي فوق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ملك يمين كان اسمه ماريا، لما أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك مصر مع سيرين، مع أختها سيرين وجملة هدايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده ملك يمين اسمه ماريا، لكن أنجبت له ولد فأصبحت عند العلماء يقال لها أم لولد، والله أعلم. تفضل يا أخي الأمير. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا بعض الأحيان أصلي فالحين أفرغ من الصلاة المؤذن يؤذن، هل صلاتي جائزة وأنا عن المسجد يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما إذا أنت صليت أثناء دخول الوقت فالصلاة صحيحة ولو لم يؤذن، لأن العبرة في دخول الوقت، فأنت فرضا عم تصلي المغرب، غابت الشمس ولا ما غابت، يعني دخل الوقت ولا ما دخل؟ لا شيخ، هو أنا حافظ مواقيت الصلاة، فحين أصلي أو يتأخر دقة أو يتقدم دقيقة بس أنا أكون حافظ المواقيت يعني، الحمد لله. تمام، ما دام دخل الوقت فالصلاة صحيحة، والله أعلم. يعطيك العافية يا شيخ، جزاك الله خير. وجزاك مثل. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يجوز لما أكون بالسيارة مع أهلي وفاضين يعني أقرأ عليهم قرآن، يعني رقية؟ لا لا، بس أنا أستمتع بالقرآن فأقرأ عليهم يعني. ليش ما يجوز؟ بالعكس قراءة القرآن طيبة ولك الأجر من أعمال البر. لأني
لاني بس اخاف من حديث اللي تسعر فيه من نار جهنم من قارئ القران. اخلص النيه لله سبحانه وتعالى ولا تلتفت، اخلص النيه لله وتوكل على الله. جزاك الله الجنه. اجعل عملك خالصا لوجه الله. شيخ لدينا سؤالين شيخنا لو سمحتوا. سل. لدي سؤالين. سل يا اخي. وان صعدوا الى السماء لظلوا فيها يعرجون، قالوا سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسعود. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. نعم. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ والله يا أخي من العلماء المعاصرين، طبعا هذا لا أعلمه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون أنه مثلا بس اخترقت أنت مثلا الفضاء، طلعت من طبقة الأرض فتصير الدنيا ظلمة سودة، يعني إذا طلعت إيدك ما راح تشوفها، والله أعلم. هذا قول لبعض المفسرين المعاصرين. بس طبعا تعقيب لمقطع لك شيخ لو سمحت، حبينا نوضحه هون، يعني أنه عم تقول أنه المرأة بحق لها إذا ما بتحب جوزها أنه تدشره، ما هيك يبين؟ نعم. أو تطلب الطلاق منه. نعم تطلب الطلاق. يعني ننظر نحن أنه كمان في آية بالقرآن بتقول ومن آياتي خلق الشمس والقمر ومن آياتي خلق الليل والنهار ومن آياتي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هل لازم يكون في مودي ورحمي قبل أن تطلب الطلاق مثلا؟ يا أخي أنا شوف، الله يبارك فيك، امرأة ما حبت زوجها، يعني ما عاد أنه بدها زوجها، فما تقدر تقول لا إلا بدك تضلي تظلم نفسها أو تظلم زوجها أو تروح تخون زوجها. نحن ما بدنا نوصل لهالمواصيل يا أخي. خلص امرأة ما حبت زوجها، قالت له أنا ما عاد بدي إياك، ترجع له مهره ويطلقها تطليقة واحدة، وبعد ما تخلص عدتها بإمكانها تروح تتزوج. أما أنه والله تضل معه وما مو ما يعني ما بتحبه وتظلمه وتظلم زوجها أو تخونه، ما بدنا نوصل لهالمواصيل. لأنه لما جاءت في صحيح البخاري زوج ثابت بن قيس إلى النبي قالت يا رسول الله أما إني لا أطيقه. ثابت بن قيس مبشر بالجنة، ما قال لا النبي بدي اصبري وبلك تحبي بعد فترة، ما قال هيك النبي، قال تردين عليه حديثة. يعني هون المودي والرحمي ما له علاقة شيخ ماي. مودي ورحمي لما الإنسان مثلا يحب إنسان أو يتآلف معه، قد يكون مثلا امرأة ما تعرف زوجها نهائيا، ما بتعرفه، فتقدم عليها وكذا، وسبحان الله بعد ما تزوج وصارت تحبه وهو يحبها، قد يكون في مودي ورحمي، قد يكون ما حبته. فالمحبة يعني بيد الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. المحبة القلبية. شكرا شكرا جزيلا لك يا شيخ، بارك الله فيك. تفضل أخلي تحت. الشيخ اللي يشتغل بشغل مشبه بمصاري وحرام، اللي يشتغل شغل بماذا؟ ما هو العمل؟ مشبه يعني مشبه يعني مثل البورصات العالمية. والله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والنبي في الصحيح في البخاري من حديث النعمان بن بشير قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، من ترك ما شبه عليه كان لما استبان أترك. فنصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله، اتركوا الشبهات مشان بالأخير ما تقعوا بالحرام، والله أعلم. خلي عملك حلال أفضل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعطيك العافية. وعليك السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الآن مثلا أنا مداوم على كل يوم صلاة الضحى، عندما أذهب إلى الوضوء تعرف في يوجد صلاة بعد الوضوء وصلاة الضحى، هل يجوز أن أجمع بنية واحدة بين الصلاتين وأخذ أجر الصلاتين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم يجوز الجمع بين سنة الوضوء وسنة الضحى، وكذا يجوز جمع سنة الضحى مع تحية المسجد أو سنة الوضوء مع تحية المسجد، فالأمر فيها متحمل والله أعلم. نعم يجوز. جزاك الله خير. وجزاك مثل. تفضل يا أخي فوق. يعطيك العافية أخي. يا هلا تفضل. أخي أنا بدي أسألك سؤال. أنا جوزي من مدة رمى علي يمين الطلاق مرة واحدة، وجوزي سأل الشيخ قال له كيف بدي رد على عصمتي، قال له إنه إذا صار في علاقة بيناتكم هيك ترد لعصمتك، ما في داعي لشيخ أو شيء. هذا الشيء صحيح؟ نعم صحيح، إذا كان طلاق أول أو طلاق ثاني ضمن العدة، يعني إذا ما انتهت ثلاث حيضات. نعم كلامه صحيح. هلا انا حامل يعني ما في داعي انه للشيخ، خلص يعني اذا كان طلاق اول او ثاني وما نزلتي الحمل. نعم كلامه صحيح وتحسب تطليقه. وعليكم السلام. تفضل يا اخي فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخي اذا كنا مثلا جلسه ذكر بتشملنا رحمه رب العالمين، طبعا كمان الاستماع مثلا لجلسات معاك هيك كمان تشملنا رحمة رب العالمين بإذن الله. بإذن الله كل ما كان فيه قال الله وقال النبي. نعم بإذن الله سبحانه وتعالى
لك الأجر. هو ورد حديث أن النبي في الصحيح في البخاري قال: إن لله سبحانه وتعالى ملائكة سياحين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل هذا الحديث فقال عن هذول الملائكة: يلتمسون مجالس الذكر أو حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر فقالوا هلموا، فتجتمع الملائكة حتى يعني يصلون إلى السماء. وقال النبي في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر. وفي حديث آخر في البخاري أن النبي قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده والله أعلم. نعم بإذن الله لك الأجر. الله يجزاك خير. في اثنين ذو سؤال. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. هل لعب الألعاب اللي فيها قتل هل حرام أو لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الألعاب لا، الحرام لا أطيقه. إذا ما كان فيها مثلا أمور يعني تضيع عن الصلاة أو تضيع عن النوافل كقراءة القرآن أو صلاة السنن، أو ما كان فيها مثلا موسيقى، فالأمر فيها متحمل والبعد أولى، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال ليلعبون. وكذا مر أحد الصالحين على أناس يلعبون بالألعاب فسبحان الله، قال: والله لو كان يباع الوقت تبعهم بالذهب لاشتريت الوقت تبعهم بالذهب، لأنه وقت الإنسان قصير، ما بدنا نقضي هذا الوقت كله على الألعاب. فنصيحة لوجه الله: احرصوا على ما ينفعكم، لأن النبي أمرنا بهذا فقال: احرص على ما ينفعك والله أعلم. تفضل يا أخي يحيى. الله يسلمك. وجزاك الله خير. وعليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا صاحبي، أنا ما أعرف أهله، بس هو جاني اليوم قال إني إن حلم إني أنا قتلت أخته وقاعد أضحك، يبي تفسير الحلم. يا حبيبي يحيى، والله ما أفسر ما نامت، الله يبارك فيك. تفضل يا أخي. حسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم: إذا رأى أحدكم شيئا يكره في منامه فلا يخبر به أحدا، وليستعيذ من شره وشر الشيطان، ولينفث عن يساره ثلاث، فإنه لا يصيبه ما يضره. فأي إنسان إذا شاف شيء ما يحبه في المنام لا يخبره لحدا والله أعلم. بس إبراهيم. تفضل يا أخي. إبراهيم. يا شيخ الطب بس قال مثلا بنفس الوقت قال انت طالب. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لم أفهم السؤال جيدا لكثرة الضجة. أفترض سؤالا من عقلي أنه إنسان طلق زوجته 3 طلقات في جلسة واحدة، فأختار قول ابن عباس أنها تعتبر تطليقة واحدة. قال ابن عباس في صحيح مسلم: كنا نعهد 3 طلقات في جلسة واحدة في زمن النبي وفي زمن أبي بكر وفي 2 من خلافة عمر، أنه 3 طلقات في جلسة واحدة كانت تعتبر تطليقة واحدة. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رأى أن الناس كانت تستعجل في أمر كانت لهم فيه أنا، يعني الناس صارت تستعجل في أمور الطلاق، فقال عمر: لو أمضيناه عليهم فمضاه عليهم عمر. يعني عمر جعل 3 طلقات في جلسة واحدة تعتبر 3 طلقات. وكذا ذهب المذاهب الأربعة، يعني المذاهب الأربعة وقبلهم عمر، يقولون: أي إنسان قال لزوجته أنت طالق 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 في جلسة واحدة تعتبر 3 طلقات. لكن أنا أختار قول ابن عباس، لأنه هيك كان في زمن النبي، أنه 3 طلقات في جلسة واحدة كانت تعتبر تطليقة واحدة، وهدي النبي لا أعدله بهدي أحد والله أعلم. تفضل يا أخي. طيب، سأفترض سؤالا من عقلي. هب أنه إنسان فرضا متزوج امرأة وبده يتزوج أخته، فقال لا يعني مثلا لهذه الزوجة أنت طالق. طيب شلون بده يتزوج أخته؟ ما بده يستنى، لأنه أخته هلا صارت طلقة رجعية، طلقها أول مرة، هي اسمها طلقة رجعية، لحتى تنتهي عدتها يتزوج أخته مشان يخلص من هال، يعني بإمكانه أنه فورا يتزوج أخته، بإمكانه يقول لها مثلا مشان يخلص منها نهائيا لهذه المرة، يقول لها: طلقتك أرجعتك إلى عصمتي، طلقتك أرجعتك، طلقتك، خلص تمام، منه بينونة كبرى، بإمكانه أنه فورا يتزوج أخته أو خالتها أو عمتها والله أعلم، أو بنت أخته. تفضل يا أخي فوق، أو بنت أخوها. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من سب الله ورسوله وحكمه على المذاهب الأربعة؟ كفر. في ضجة يا أخي، اجعلوها لوجه الله، اللي عنده ضجة ما حكم من لا يطلع، لكن كفر. قال الله: لكن إذا تاب. ما حكم من سب الله ورسوله؟ يا حبيبي سمعتك، يا عيوني سمعتك. في ضجة تمام خير.
سب الذات الإلهية وسب النبي كفر. قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فباب التوبة لا يغلق أمام أحد والله أعلم. اللي عندك ضج جعلها لوجه الله الكريم، افصل يا أخي افصل، شوشت البث لأنه عم طالع اثنين ثلاثة وعم افصلهم مشانك، وما عم تروح عندك الضج معلق أنت. مذهب الإمام أحمد يقول يقتل الكافر. يا أخي لا أعلم أنا مذهب الإمام أحمد، على كل حال يستتاب إذا كان فارق الجماعة فهون القاضي أو الحاكم، لكن أنت بس انزل انزل لأنه شوشتني انزل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. إيمان شيخ إيمان، هل أنا بلعب بالتداول، تداول حرام أم حلال؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد تتمة للسؤال السابق، من سب الذات الإلهية أو سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى وارتد عن الدين، فقال النبي: من بدل دينه فاقتلوه، وكذا هذا يرفع أمر للقضاء. مو كل واحد يجي يقتل واحد يقول والله أنا بدي، يعني مثلا تصير لأنه تصير الدنيا غابة، كل واحد يجي ليش قتلت فلان، والله سب الذات الإلهية، مو أنت اللي تقتله، يرفع الأمر للقضاء أو الحاكم هو الذي يفعل هذا، هاي وحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منه المفارق لدينه، المفارق للجماعة، والله أعلم. لكن إذا تاب فباب التوبة مفتوح، إذ الله سبحانه وتعالى قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما التداول بالعملات الرقمية وغيرها ففيها غرر، أنصحك بالبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والنبي قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالذي أختار من أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة أنها من الأمور المشتبهة والله أعلم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حجي انا مرتي بتدعي علي وبتغلط علي، شو بسوي له؟ والله يا اخي بامكانك ان انت تنصحها بالكلام الطيب، اذا ما مشي الحال اهجرها بالمضاجع، اذا ما مشي الحال فقال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وبإمكان إذا كانوا أهل عقلاء بإمكانك تشكي المظلمة لأهلها، إذا ما مشي الحال فغير عتبة بابك، لأنه الفرس من الفارس، إذا الفارس ما عرف يوجه الفرس فالفرس هي اللي توجهه والله أعلم. تفضل أخي اللي تحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، إذا واحدة كاتبة كتابة وطلقت طلق، يعني الزلمة طلقها تمام، بيكون المهر عليها ولا على الزلمة؟ مين اللي تركها ولا هي؟ يطلع اللي تركها. يا أختي مين اللي ترك، هي ولا هو؟ أنا تركت لأنه ما يطلع لك شيء، ما دام أنت ما أنت تركتي وفي فقط كتب كتاب ترجعي له كل شيء، حتى الهدايا ترجعي له إياه وبعدين يطلقك. هو لما كان شربان طلقني بيصير هذا الشيء ولا لا ما بيصير؟ يا أختي ومع الشربان أنصحك نصيحة لوجه الله، رجعي له كل شيء، إذا من هلأ عم يشرب رجعي له كل شيء، ومن هلأ عم بلش عم يستعمل الطلاق، فشوف هذا تيك زوج، نصيحة لوجه الله رجعي له كل أغراضك، ويعني خلي استني لحتى يجيك رجل صالح أفضل من هذا والله أعلم، لأنه جليس سوء. تفضل أخي اللي فوق، إنسان يرتكب الكبائر شو شغلك معه؟ تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ده دايما هلق الرهن حرام؟ رهن يعني مثلا ترهن بيتك ب$5,000 وبس ترجع له ال$5,000 يرجع لك بيتك؟ لا يعني في واحد يقول عليه $5,000 وعطيته الهاتف يعني، او اعطيته ميتور تمام، انه ما بيرجع الخمس ميتور يعني. راح يستعمله ولا ما راح يستعمله؟ لا رهن يعني، اذا رهن ما اعطيته اياه بده ياخذه تمام، اذا ما يستعمله نهائيا وحاطه وضابه بس ترجع لك الماتور يرجع لك ال5000 يجوز، المهم ما يستعمله، لانه كل قرض جرى نفعا فهو ربا. تمام شيخ، اخر سؤال والله ذكرتك هلق شيخ، هلق وقت نحن نتحاسب رب العالمين هو بده يكلمنا ويحاسبنا شخصيا يعني؟ الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة، الكيفية الله أعلم، لأنه الكفار محجوبون عن ربهم يوم القيامة. الله يديك الخير شيخ. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله، تفضل يا أخي. ربنا يديك العافية. أولا عندي مشكلة، وأنا متزوج من امرأة نصرانية والتقيت معها في أحد الدول العربية واتفقنا،
وتزوجنا وربنا رزقنا بأطفال، وقبل ما يتم الزواج اتفقنا مع أنه الأولاد هيكونوا مسلمين ووافقت بذلك. بعد ما ربنا كمان وفقنا وجينا على أوروبا غيرت رأيها وبقت وكده أبدأ أدرس أولادي في أدرس أولادي قرآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يا أخي لا تستأذن المرأة في هذه المسألة أنه والله يكونوا أولادي من مسلمين ولا يكونوا نصارى ولا كذا، لا تستأذن الزوجة في هذه، يعني غصبا عنا خليهم مسلمين وعلمهم على قدر استطاعتك والله أعلم، لا تخلي أولادك يضيعوا منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والله أعلم. استأذنها والله يكونوا نصرانيين، لا واحد نصراني واحد مسلم، هذا حكي فاضي يا أخي، خلص كلهم خليهم مسلمين على قدر استطاعتك. هي في الدول الأوروبية دي الأكثر ناس بيوقفوا مع قوانين المرأة وبيقول لك ما تجبرها لأنه الأولاد حيمشوا لحضانتها، وإذا ضغطت أكثر من ذلك يمكن هي تطلب الطلاق وهم حيشوفهم بعد شوية مع البوليس وكذا يعني. حاول على قدر استطاعتك لأنك مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حاول على قدر استطاعتك حتى تبرأ ساحتك أمام الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني إذا أنت شفت أولادك يحترقوا لحظة، إذا شفت أنت أولادك راح يحترقوا لا تسأل عن فلان ولا عن فلان، بدك تترك الدنيا كلها وبدك تنقذ أولادك، فكيف إذا احترقوا بنار جهنم؟ اترك الدنيا كلها وأنقذ أولادك من النار والله أعلم. جزاك الله خير. جزاك من لأنه من هن صغار هيك عم يتربوا على يعني عقيدة فاسدة، بكرة بس هاي ما عاد لا يردوا عليك ولا على غيرك، فنصيحة من هلا أنقذ أولادك من النار الآن، أنقذهم. تفضل أخي فوق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذنا ممكن سؤال عن زكاتك؟ الله يجزاك الخير. استاذنا في ان اخ بسوريا بده يجوز بنته على تركيا وبده ياكل من المهر، والاخ اللي بده يجيبها من سوريا بده يستفيد من وراها، ما رايك في هذا الامر؟ يا اخي والله ما انا تجاره يعني انه والله واحد يستفيد وواحد كذا. انا انصحته لوجه الله، وهلا بدي اسجل هذا اللي بقول لك اياه من شان يقتنعوا فيك. لحظة أنا أخي راح أفترض سؤال. أشوف يا أخي أنا سأتوقف عن الإجابة عن سؤالك لكن سأتكلم بشكل عام لعلك تأخذ ما يأخذ يعني تستفيد من اللي سأقوله. شوف يا أخي، إذا إنسان فرضا تقدم لوحدة فأبوها قال بدي أنا مثلا مهرة 10,000 دولار، فأنت عطيت 10,000 دولار لهذه الأمرأة، أنت عطيت 10,000، اشترت لبس اشترت ذهب ما اشترت، عطته لأبوها عطته لأمه، خلص هاي مهرة هي حرة فيه، هذا المال مو مالك، مالها هي حرة فيه، تعطيه لمين ما بدها هي حرة. أما يجي واحد مثلا يقول لك أنا لا أساعد مثلا هذه المرأة حتى تصل عن زوجها بدي أجر تعبتي، فهذا الأمر فيه متحمل والله أعلم. ما عندي علم كافي لحتى أنصحه للإنسان، فقلت بدي استعين بالله ثم فيك يا أستاذ. يعني ما فهمت عليك، إنسان تقدم لوحدة وبعدين واحد تركي تقدم لجماعة سوريين، في بين جماعة السوريين بيناتهم شاب، الشاب بده يستفيد من مهرة وأبوه بده يستفيد من مهرة، أنا نهيتهم قلت لهم على ما أعتقد هذا الأمر يعني هذا الشاب ليش بده يستفيد من مهرة؟ ليش لا المهر للمرأة يا أخي، شو دخلوا هذا الشاب؟ شو دخلوا؟ لأنه هوني الجيزي في تركيا قال بتكلف أدبال مدبلة في سوريا. تكلف أدبال ولا ما تكلف؟ أنا مالي ومالا هذا الشاب، شو له علاقة يستفيد من المهر؟ المهر مو لألو، المهر مو على الشخص اللي دل على فلان من الناس، بده ياخذ أجر تعبته خلي ياخذ أجر تعبته، بس لا ياخذ من مهر المرأة، مهر المرأة للمرأة هي تتصرف فيه، تعطي لأبوها تعطي لأمها تعطي لمين ما بدها، تشتري لحالها هي حرة، مالا هذا. في حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انصحوا فيه يا أستاذنا الله يطول بعمرك. بشو تنصحوا يعني؟ انه لا يقترب من هذا الامر، لا يقترب من مهرة. هلأ يا اخي الله يبارك فيك، من مهرة لا يقرب، لكن مثلا فرضا اجى انسان عند انسان قال له اخي انا بدي ادليك على بيت او ادليك على سيارة بس بدي اجر تعبتي وانت اعطيته حلوانك، هذا يجوز. اما انه تقول والله بدي اخذ من مهرة مثلا مهرة 10,000 دولار بدي 2000 اعطيني 2000، لا ما يحق له في هذه المسألة. المهر للمرأة وآتوا صدقاتهن نحلة، المهر يكون للمرأة، عرفت علي؟ أطال الله في عمرك يا أستاذ. تفضل أخلي فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أشتغل بورشة خياطة وشغله أغاني،
على أي شيء، أنا أحط سماعات وأسمع قرآن، يعني ما أحب الأغاني. تمام، إذا هي إذا كان ذلك كذلك فأنت لا شيء عليك، والله أعلم. أنت عم تسمع يعني تسمع كلام الله فلا شيء عليك أنت، لكن إذا كان في مثلا ورشة يعني ما تشغل أغاني فهذا حسن، لأنه أحيانا مثلا تنطفي عندك أو يخلص شحنك أو كذا، بدك تضل طول الوقت مثلا تسمع هالموسيقى وكذا. فإذا كان في ورشة ما كان فيها الأفضل، ما كان فيها أغاني. جزاك الله خير. وجزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. النوم العصر هل هو حرام ولا لا؟ ليس بحرام، لا ليس بحرام. أما حديث من نام بعد العصر ف يعني من نام بعد العصر فيأخذ الشيطان وكذا، كله لا يثبت عن النبي. نوم بعد العصر يجوز. تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي أمي يعني بتصلي على القاعد بس تقدر تظل واقفة، بتصلي على القاعد ولا بتظل واقفة؟ لا والله تصلي واقفة، إذا استطاعت الوقوف بدها تصلي واقفة، لأنه تستطيع الوقوف وتستطيع يعني تستطيع الركوع. تمام، بدها توقف يا أخي، بدها توقف بالصلاة، ما بيجو إلا في السنن. في السنن إذا صلت يعني جالسة وهي تستطيع الوقوف فلها نصف الأجر، أما في الصلاة في الفرض واجب أنه توقف. يعني تظل واقفة بس ما تسجد، بتسجد على الواقف. تمام، إذا استطاعت تصلي على الكرسي. إيه تستطيع تصلي على الكرسي. خلص صلي على الكرسي، صلي واقفة وتصلي على الكرسي. إذا ما استطعت السجود بالإيماء على قدر استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا تستطيع السجود ولكن بس الوقوف. نعم، توقف وتصلي على الكرسي. تفضل أخي فوق. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ما حكم الشيخ يمنع مسلم من الصلاة؟ أعوذ بالله، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما بيجوز، وأعوذ بالله من هذا، كبيرة من الكبائر. شلون إنسان يمنع إنسان ويترك يخليه يمنع بدل ما يحثه على الصلاة يمنعه على الصلاة؟ أعوذ بالله، هذا إنسان فاسق. شكرا. تفضل أخي فوق. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معلمة بمدرسة وكان عندي درس اسمه هوايات الأطفال، فواحد من التلاميذ قال إنه هوايته يقرأ القرآن ويحفظ الأحاديث، فأنا سمحت إنه يعني القرآن مفروض يقال عنه هواية أو كذا. هو قد يكون أساء التعبير في هذه المسألة، لكن اسماعيله وقوي على قدر استطاعتك حتى هدول الأولاد التانيين يتعلموا منه، والله أعلم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي فوق. السلام عليكم. قد يكون الولد صغير يعني خانه التعبير. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. بس سؤال، هلا زوجتي عم تطلب الطلاق وهي حامل وأنا طلقته، يقع عليها يمين الطلاق؟ إيه والله يا أخي يقع. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يكفر عنه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، الطلاق واقع يا أخي والله، وتنتهي العدة تبعها، العدة تنتهي لما تضع الحمل. أيوة. طيب ماشي، يعطيك العافية. وعليكم السلام. أخ مروان تفضل. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا امرأة أرملة ابنها، إيش قد لازم يكون بالغ من العمر حتى يقدر يكتب كتاب أمه؟ والله يا أخي إذا أمه كان عنده أب فالأب هو ولي أمره، إذا ما كان عنده أب جد يعني أبو الأب ما عنده فأخ ما عنده أخ، خلي الابن يكتب إذا كان بالغ، والله أعلم. متى ما كان بالغ فيجوز. الشيخ في أخوة أو بس الأب متوفي، في أخوة بس احتمال ما يوافقه، بس الابن موافق يعني بالعمر 17. إذا كان الأخوة يرفضون لصلاح هذا الذي يتقدم وكانت هي راح تخشى على نفسها الفتنة، فبإمكانها توكل ابنها إذا كان بالغ، والله أعلم.
بالغ يكون كم سنة تقريبا؟ بالغ خلاص، ما لي علاقة أنا بالبلوغ، لأنه شوف يا أخي أنا أعلم البلوغ هو خلاص متى ما مثلا صالح للزواج، ناهز حد الاحتلام. الاحتلام هن بعض العلماء يقولون إذا ظهر له شعر العاني أو مثلا بلغ 15 سنة، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يثبت. هو ورد حديث عن ابن عمر قال: لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكان عمري 14 سنة فلم يجز لي، ولما كان عمري 15 في غزوة الخندق فأجاز لي. هنا محمل مؤول، لأنه من العلماء من يقول أنه كان في العمر 14 سنة ما كان يستطيع القتال، فلما رآه النبي شب شبابا حزنا أذن له. وكذا في حكم سعد لما كان يسبى ذرير هؤلاء اليهود فكانوا يكشفون على الصبي، إذا كان يعني مثلا له شعر العاني كان يقتل، وإذا لا فكان يدعوه. ملخص القول هذا قول لبعض أهل العلم، لكن متى ما نهز الاحتلام فجاز له والله أعلم. وهي ما بتجوز تكتب كتابة بدون موافقة ولي أمر؟ لا، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي، والله سبحانه وتعالى قال فانكحوهن بإذن أهلهن. يعطيك العافية، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا عبد القادر. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ جزاك الله خيرا، حوالي 12 عام وأنا مريض، لا بس أدعو لي ربي. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والموجودين بإذن الله سمعوك، يعني والبث راح يكون مسجل على اليوتيوب وأيضا مسجل على الفيسبوك بإذن الله، كل الموجودين بإذن الله راح سمعوك، وأيضا راح يدعو لك، لأن النبي في صحيح مسلم قال دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين لك بالمثل. فأسأل الله أنه يشفيك وأضم إليه كل مسلم ومسلمة مبتلى، اللهم آمين. تفضل أخي لتحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بالنسبة لتربية الكلب، هل هي حلال أم حرام؟ مو بسبب، مو يعني مو بسبب أنه مثلا موجود حلال أو للحراسة، خلنا ننفي موضوع الحراسة. هواية زينة، هواية مثلا كبيرة من الكبائر. كبيرة من الكبائر. طيب سؤال فني، بيع الحيوانات وشراها بشكل عام يجوز؟ كالحلال مثلا، يعني تبيع بقرة، تبيع عصفور، تبيع بقرة، تبيع عصفور، تبيع سمكة، أين الحرام من هذا؟ قطة مثلا. والله يا أخي، أولا يعني أعقب على سؤال الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم وردت روايتين، وردت رواية من أمسك، وردت رواية من اقتنى كلبا من غير كلب زرع أو ضرع أو ماشية فإنه ينقص من أجري في كل يوم قيراطان، ووردت قيراط، فكبيرة من الكبائر لأنها تنقص الحسنات إذا ما كان لا للحراسة ولا للماشية ولا للزرع ولا للصيد. أما إذا كان للزرع ولا للصيد فالأمر فيه متحمل، أما كهواية وزينة كبيرة من الكبائر. أما بيع القطط فالخلاف قائم، يعني الخلاف يعني يتسع المسلمين في هذه المسألة، لأنه مبني على حديث نهى النبي عن بيع السنور، هذا حديث العلماء فيه مختلفين، منهم من يقول أنه معلول، فالذين قالوا أن هذا الحديث معلول فقالوا يجوز بيع السنور، لأنه كما يجوز لنا اقتناء السنور أو القطط فكذا يجوز بيعها. ومن العلماء من يقول لا، أن الحديث صحيح فنهوا عن بيع السنور. النور أختار القول القال بأن هذا الحديث معلول، نهى النبي عن بيع السنور حديث معلول، فأرى الجواز والله أعلم. لأنه هون تقريبا عندنا هون بأوروبا الموضوع هذا، يعني مستحيل تلاقي قطة بالشارع، وإذا بك تجيب من عند حدا مستحيل يكون مجانا، غير هو جايبها مثلا عن طريق يعني. تمام، أجبتك أنا على كل حال، أجبتك بأقوال العلماء في هذه المسألة. تفضل يا أبو معتز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لي شيخ يرحم ابوك، الوسوسه بالصلاه يعني تعيد الصلاه، يعني لا. تجي وسوسه شيطانيه تعيد الصلاه لو الصلاه تكمل. لا، جاء رجل يقال له عثمان بن ابي العاص الى النبي في صحيح البخاري، قال يا رسول الله احسست شيئا في صدري وانا في الصلاه، قال النبي ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا احسسته فاستعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاث، قال عثمان فعلت هذا فازاحه الله عني. فنصيحه لوجه الله، لا تعيد صلاتك لانه راح تدخل في دوامه الوسوسه، اذا انت في الصلاه استعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاث، ولا تعيد الصلاه، والصلاه باذن الله صحيحه والله اعلم. لكن قال النبي ينصرف أحدكم من الصلاة، فمنهم من لا تقبل إلا النصف، منهم من لا يقبل إلا الثلث، منهم من لا يقبل إلا الربع، إلى نهاية الحديث. سؤال لشيخ ثاني جزاك الله خير. للمسافر نهار الجمعة يحق له يجمع؟ نعم، يجوز للمسافر إذا مثلا كان على طريق سفر فدخل إلى مسجد فحضر صلاة الجمعة فصلى الجمعة وبعد مباشرة صلى ركعتي الظهر، فنعم يجوز، لأن الجمعة تقوم مقام الظهر، ولا أرى مانعا من جمع صلاة الجمعة أو جمع صلاة، لأنه هي تقوم مقام الظهر فيصليها ويصلي العصر والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. وجزاك مثلي، تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بالنسبة للكتب السنة يعني ما عدا البخاري ومسلم، الحين حنا نشوف أحاديث صحيح النسائي أو صحيح الترمذي، فأنا بعرف هل هم كتبوا صحيح النسائي نفسه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما النسائي فعنده في أحاديث كثير ضعيفة في كتابه، وكذا ابن ماجه وكذا الترمذي وكذا مسند الإمام أحمد، ما اشترط الصحة في مسنده، ففي أحاديث ضعيفة والله أعلم. بدك تلجأ إلى علماء يعني علماء العلل أو علماء الحديث، أو بدك ترجع لكتاب العلل مثل كتاب الدار القطني أو أبو حاتم الرازي أو يعني علماء العلل الأولين، والله أعلم. أنا بعرف هم كتبوا اللي كتب صحيح منه، اللي كتب صحيح صحيح الترمذي، من اللي كتب صحيح؟ يا أخي هو لما يكتب صحيح الترمذي هو نفسه، إذا كتب مثلا صحيح الترمذي نسب الكتاب إلى نفسه، إيه؟ وكتب كتب لم يشترط فيها الصحة، لأنه في عنده أحاديث كتير ضعيفة يا أخي. أنا عارف إنه فيها ضعيف، بس اللي أقصده أنا من اللي كتب والله صحيح؟ والله ما كنت معه لما مين كتب صحيح الترمذي، هو اللي نسبه لنفسه، واللي تلاميذه هن كتبوا صحيح الترمذي، والله ما كنت معه لما كتبوا يا أخي. شكرا، يعطيك العافية، بارك الله بك، تفضل يا أخي اللي فوق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الزكاة في الضروري يجوز تنتقل للوالد ولا ما يجوز؟ لم أفهم، إذا في مجال أعد السؤال لو سمحت وأفصح. زكاة المال للضرورة يجوز أنت للوالد ولا ما يجوز؟ لا، للأب والأم لا يجوز أعطاء زكاة المال للأب والأم، لأنك مجبر بالإنفاق عليهما والله أعلم. والأب للابن؟ ولا الأب للابن لا يجوز، لأنه مجبر بالإنفاق عليه، وخاصة إذا كان صغيرا في نفس البيت والله أعلم. وشغنا يعني أسنان في بعض يركبوا ناس أسنان ما فضة وما ذهب، نفس الأسنان مالنا أبيض، هذا حرام ولا حلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأسنان الذهب إذا كانت للضرورة فالأمر فيه متحمل، لكون أنها من باب الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. وإذا ما ذهب وما فضة يجوز، أي نوع إذا ما كان الذهب وفضة كمان يجوز. شكرا. يعني إنسان ركب أسنان، أين المال حتى يرجع نفسه إلى ما عليه عموم الخلق؟ إنسان ركب سن مشان يرجع نفسه إلى ما عليه عموم الخلق مشان يقدر يأكل، أين المانع؟ تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل من دين إلا وأنزل له دواء. أما مسألة الذهب، حرام على الرجال لبس الذهب، وكذا حرام عليهم لبس الحرير، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد لعبد الرحمن بن عوف قطعة من الحرير، لأنه كان في فخذيه بينه حكة، فرخص للنبي صلى الله عليه وسلم له بقطعة من حرير. وكذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى أحد الصحابة عباية مزررة بالذهب، مزررة الزرار، يعني الزر هذا اسمه فرض تابع، يعني إذا أنت شفت زر من ذهب على جاكيت مو معناته أنه الجاكيت كله صار ذهب، لا، هذا اسمه عند العلماء يقال لها مسألة فرض تابع، مثلا ساعة إلى عقارب من ذهب، أنا ما أقدر أقول عن الساعة أنه ذهب، يجوز أنه أنت تلبسها لأنه العقارب فقط هي من ذهب، أما الساعة ما أنا من ذهب، ساعة مثلا هي بلاستيك أو كذا، فلكن العقارب من ذهب، هذا اسمه فرض تابع، فالأمر فيها متحمل والله أعلم. أو مثلا كاسة أحيانا يحطوها قدام العرسان، إذا بتعرفوا في كاسات يحطوها قدام العرسان الفوق فقط، يعني هيك ملبسة بالذهب، الأمر فيها متحمل لأنها فرض تابع، ما نقول عنها كاسة من ذهب والله أعلم. تفضل يا أخي، تكلم يا هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا هلا عندي سؤالين، السؤال الأول ما حكم الأم إذا بتلبس يعني إنه لباس غير مناسب قدام أولادها عمرهم يعني 15-17 سنة؟ لا تفعل هذا، قد تسبب فتنة والله لا يحب الفساد والله أعلم. والسؤال الثاني، نحن مستأجرين بيت وصاحب البيت كل فترة يعطينا هيك يعني إنه من زكاة الأرض عنده،
وبالأخير نستكشف إنه هو يشرب وخمر لا شيء عليكم لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره على باطله. الإثم عليه وحلال عليكم بإذن الله والله أعلم، لأن النبي لما أهدته يهودية شاف أكل منها ولا يعلم هل مالها فيه شبهة أم لا. وكذا ملك إيليا لما أهدى النبي بغلة بيضاء لا يعلم هل ماله فيه شبهة أم لا وقبلها النبي. وكذا ملك مصر المقوقس أهدى النبي جملة هدايا ولا يعلم هل كان يشرب الخمر ولا لا وهل ماله حلال أم فيه شبهة أيضا لا يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من ملك مصر ولم يكن مسلما والله أعلم. وبسؤال الثالث الله يوفقك، بدي أتواصل معك غير التيك توك الله يوفقك مع عبد حسين، يعني في عندي سؤال كتير محرج وبدي أسألك يا وكتير مشوش لي الله يا يوفقك. يا بعتي هون رسالة، يا بعتي على الفيسبوك رسالة، يا بعتي على الانستغرام رسالة. في على الفيسبوك أنت حاطط صورتك شيء؟ نعم صورة بس هذا اللي فاتح منه هلا بث مباشر، فيه 2,300,000، أما اللي فيه 1,100,000 مو إلي، كل الصفحات الثانية مو إلي فقط هلا اللي أنا هلا فاتح منه بث، اللي فيه 2,300,000 فقط. لأنه بدي يا الله يوفقك كثير هذا ضروري السؤال يعني كثير محرج. شوفي لا لك بعتي رسالة يعني إذا يا أختي بعتي رسالة، إذا شفت الرسالة راح أقرأها، إذا نزلت لتهت وما انتبهت لها فلا تواخذيني أنا ما وعدتك، لأنه أحيانا تجي في ضغط على الرسائل ما ألحق على الرسائل، فاعذريني على يعني قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والله أعلم. أنا ما بدي لا واحد أقول له بعت لي وما أرد عليه وأكون يعني مثلا يفكرني أنه أكذب عليه، ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بعتي إذا شفت راح رد، إذا ما شفت أسألي غيري. تفضل أخي فوق. أعطيك السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. شيخ بس سؤال بدي أسألك، إذا واحد حلف يمين على شيء كان بده يساوي وحلف يمين إنه ما عاد يساوي شو؟ يعني إنسان قال والله لا أسافر على القاهرة وما سافر، قال والله ما عاد أسافر، يكفر كفارة يمين واحد يا والله أعلم. جزاك الله خير. ما ورد في هذا البث من خطأ أو من شطط أو من زلل فمن نفسي ومن الشيطان، الله ورسوله بريئان من ذلك وأستغفر الله من ذلك. ما ورد من توفيق ومن صواب فمن الله وحده، والله ما تعمدت إضلال المسلمين ولا الكذب لا على الله ولا على رسوله، وأعوذ بالله من هذا. أبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام، وأبرأ إلى الله من كل قول يخالف كلام ربي وكلام نبيه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المؤخر وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم.